مفاجآت محمد رشاد لجمهوره لا تنتهي، فكما أعلن عن ارتباطه بالمذيعة مي حلمي فجأة، ألغى حفل زفافه قبل ساعات فجأة أيضا. ده محمد رشاد والمذيعة اللامعة مي حلمي. صدمة كبيرة لجمهور وأصدقاء رشاد ومي، فالجميع كان ينتظر صور حفل الزفاف وتكليل قصة حبهما بالنهاية السعيدة، لكن ظروف خاصة منعت الأمر. محمد رشاد ومي حلمي، هنشوف ايه اللي حصل بالظبط وحكاية دخولها المستشفى النهاردة. مأساة. إليكم قصة محمد رشاد ومي حلمي من البداية إلى إلغاء حفل الزفاف ثم دخولها المستشفى اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018. مذيعة اللامعة الجميلة مي حلمي، ده حسد ده ولا إيه؟ في 8 ديسمبر 2017 فاجأ محمد رشاد جمهوري بإعلان ارتباطه بالمذيعة مي حلمي. محبينهم فرحوا ليهم طبعا. لم يتحدث رشاد قبلها عن أنه يعيش قصة حب، وفضل أن يعلن الأمر عندما يكون رسميا. وهنشوف ايه اللي حصل بعد كده. صور متفرقة ليهم تكشف قصة حبهم. بعدها بدأ يتشاركان مع جمهورهما الصور عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر من خلال الصور الحب والتفاهم بينهما. وبوست عند مي حلمي آخرهم مي حلمي: إعلاميون خطفوا نجوم الفن وأثاروا الجدل على السوشيال. كتبت هي إيه بقى: وأنا بقلب في جوجل إمبارح لقيت الخبر ده مع خبر كان بيقول إذاعيون تركوا دارهم وتقل مقدارهم، بمعنى نجحوا في الراديو وما نجحوش في التلفزيون وسقطوا سقوطا مبرحا. وبعد ما قريت وقلت الحمد لله إني مش منهم، لقيت اسمي وجنب اسمي الإعلامية مي حلمي، من أول بتاعة الراديو حسناء النهار رياضة لغاية مذيعة هون سبورت، وتتوالى الألقاب، ومش عارفة في البرنامج الجديد اللي هيبدأ آخر الشهر ده هيسموني إيه تاني. ودي نعمة من عند ربنا وحب الناس اللي ما بيتباعش. اللهم لك الحمد، وانبسطت، لا زقططت من الفرحة إني ما اتحطيتش في خانة فشل في حاجة، الحمد لله. وإن النجاح قد إيه، آمنت إنه بيبقى البني آدم مولود بيه وبينميه لحد ما يكبر معاه. أما عن الخطف فهو حب مش خطف، لأن الخطاف ده اللي بياخد حاجة مش بتاعته، وأنا عارفة أنا عايزة إيه وبحب إيه وبحب مين، ومفيش حاجة بتنجح بالخطف. والخطف يعني سرقة، ودي مش سكتي، حتى في شغلي اللي بيجي يخطف بسيبهاله، ما هو اللي اخترع فكرة يعرف يكمل بكرة. أما بقى القلب أهو ده بالذات اللي ما ينفعش حد يسرقه، لازم يتقدم هدية، وأنا خدت الهدية اللي ربنا بعتها لي، والمرة المليون اللهم لك الحمد على كل ما أنا فيه من نعم دنيتك وحب عبادك. كانت فرحانة يعني. ثم قرر الثنائي تكليل قصة حبهما بالزواج، وحدد شهر أكتوبر للاحتفال بزواجهما. ولأنهما يحبان المطربة أحلام كثيرا، كشف عن أمنيتهما بأن تحضر حفلهما. ديت أحلام. ولبت أحلام دعوتهما وردت على تغريدة كتبتها مي لها لتطلب منها حضور حفل الزفاف، لتؤكد أنها ستحاول الحضور ومشاركتهما الفرحة. أحلام كتبت: يا حياتي ألف مبروك، أسفة تو انتبهت للمسجات،
أمريني حبيبتي متى زواجك، ربي يبارك لك يا رب ويتمم عليكي. فهي ردت مي حلمي لما أحلام ترد وتقول لك إمتى الفرح عشان أجي، عشان بحبها وطلبت منها تحضر الفرح، يا خراشي هموت من الفرح، بحبها يا ناس بحبها. كانت الدنيا وردي. في نهاية أغسطس الماضي انتشرت أخبار عن انفصال رشاد ومي، وخرج بأنفسهما للرد عليها والسخرية منها، مؤكدين أنه لا صحة لها وأنهما يحضران للزفاف. إيه اللي حصل بعد كده؟ فجأة. وجاء اليوم المنتظر الذي ستطل فيه العروس بالأبيض لتعيش فرحتها مع عرسها، وكعادتهما في مشاركة جمهورهما لحظاتهما الخاصة. لو محمد رشاد ومي حلمي نشرت مي عبر خاصية القصص المصورة فيديوهات لها من الفندق الذي يقام فيه الحفل. كانت الفرحة مش ساعة. ونفس الأمر فعله رشاد وظهر وهو يحضر نفسه ويصفف شعره استعدادا لليوم المنتظر. حاجة مؤسفة. ومساء السبت 20 أكتوبر انتظر جمهور الثنائي الصور الأولى من حفل الزفاف، لتكون المفاجأة بانتشار خبر إلغاء الزفاف قبل ساعات. صدمة كبيرة طبعا ليهم ولمحبينهم. لا الحزن الشديد ينفع ولا الفرح الشديد ينفع، خير الأمور الوسط. ولم يكشف عن أسباب إلغاء الزفاف، وقيل أنه لظروف خاصة. بعض التقارير ذكرت أن هناك حالة وفاة، وتقارير أخرى أشارت إلى خلاف وقع بينهما. الدنيا ما تخلاش من مشاكل. ومنذ الإعلان عن إلغاء الزفاف لم يظهر رشاد أو خطيبته ولم يعلقا على الأمر. وأوضحت صديقتها دخلت المستشفى بقى، فأوضحت صديقتها أن هناك اشتباها بجلطة على حد قولها، ووجهت رسالة للجمهور بعدم الحديث عن الأزمة حفاظا على الحالة النفسية لمي. واللي هو اليوم 22/10/2018 نشر أحد المقربين من العالمية مي حلمي صورة لها وهي ترقد بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة بسبب انفصالها عن خطيبها المطرب محمد رشاد قبل عقد قرانها بساعات قليلة. ودي أول صورة ليها من المستشفى، ربنا يقومها بالسلامة وتعدي الأزمة دي. وكتبت صديقتها ربنا يشفيها ويقويها، حرام عليكم كفاية كلام عن الناس وانتوا مش عارفين حاجة، اشتباه في جلطة في القلب، ربنا يشفيها ويقويها على اللي هي فيه. بتاعت الراديو مي حلمي، وهذا الخبر منقول من فيتو. يذكر أنه كان من المفترض أن يقام حفل الزفاف محمد رشاد ومي حلمي بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الأهرام منذ يومين، لكن يقال أنه نشب خلاف بين العروسين ليتم إلغاء الحفل قبل إقامته بساعتين فقط. ودي صور متفرقة ليها. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم. قناة أخبار النجوم.